ليتس جو. بدر اجي جبت الكرسي. اجي اجي هاك هادي هاك وين تسمع الدايره هي تبي حلو. راه زعما وخدت ولا في القلب زعما لا ما ختمش. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الافاضل في عدد جديد وحلقه جديده من برنامج توبيت ولا. احنا دائما كنكونوا جيت سعداء باش كنتلاقاو معكم من نهار اثنين حتى نهار الخميس دائما من الخمسه حتى السبعه العشيه. ومرحبا بكل الناس اللي كيشوفونا الان في اللايف لو كونت ديال ريم شمعو ار اي ام اسباس سي اش او ام ا او يو. ومرحبا دائما بالناس اللي كيتصلوا بنا على رقمنا 0537709539. كنحيي منال في الهندسه الصوتيه، بدر في البرمجه الموسيقيه، امين تهالي في المحافظه داخل الاستوديو، ومريم الذهبي في الاخراج. اليوم انا جد سعيده لان اليوم حلقتنا كما كتبناها في لاباج فيسبوك هي حلقه استثنائيه لانها كتجمع ما بين جيلين، من بين انا يعني حقيقه كنقول على انه عملاق الاغنيه ونجم فتره التسعينات، ونحيو بحراره سي محمد تيوسي. تصفيقه بحراره. وشوفتو نتا جيتينا من فرنسا دونك خاص التصفيقة مزيانة. زريتو ما كنعرفش زريتو والو توفيق البوشيتي مرحبا بك. شكرا شكرا ريم، وشكرا لكل اسماء الوفيه اللي كتلتقط برامج الاذاعه الوطنيه، وتحيه لك ريم، وتحيه للضيوف الكرام، وتحيه لكل الطاقم النشيط في هذه الامسيه الجميله. فنتمنى اننا نقضيو اوقات ممتعه كيف ما شرتي. مرحبا بسي الضيف ديالنا سي تيوسي محمد، وما تنسانيش الفرصه حتى انا نرحب بالضيف نور الدين عندليب. اهلا وسهلا. اعتراف من قبيله باش نقولوا من قبيله، وتوفيق جار نور الدين حداه وكيهضر باغي قرلو. ولكن انا اللي دابا انا وليت كنعيق اي واحد تنقول راه يبدا يجر لك لسانك يوصل لك للمباشر غايبدا هذاك السلوكه ديالي. وجاب الله التيسير ان شاء الله غادي تكون لقطات ومفاجات واخبار حصريه على حلقه اليوم ان شاء الله في توب ايطوال ان شاء الله. ايضا كنحييت انا بدوري نور الدين عندليب، هو فنان شاب متالق متميز في ريبيرتوار ديالو جوج ديال لي سينجل، واخر سينجل نور عينيه اللي خرج تقريبا هذه شهر ونص. فاحنا اليوم جيت سعداء على انك اليوم تكون معنا سي نور الدين عندليب. الله يحفظك الله. جيتينا من مدينه البهجه. من مدينه مراكش. جبتينا شي شتاء حسيت زعما ما خلانيش نقول لك شبغيتي تجيب ليا. ضرب عليا ضرب عليا. وانا بغيت نقول لك شي الحيمه ديال الراس شي حاجه طنجه. الا انا كنبغي لحم الراس ياك، وسيرتو ديال جمع الفنا. مرحبا. صافي نجيبو. كنحيي ايضا سوسن. كنحييك مرحبا بك. اليوم سي محمد تيوسي. سي محمد تيوسي محمد عربي انا الاصل من سي محمد. وانا واحد الخالد كبير الوليد، انا دريت مريب عزة سانتي فيلاج في البوين كلاس تالف وفيون كور افيك لي سونتيير داكشي لا ناتور تري بيل. مي جو فان جي ايتيدي في خنيفرة ودرت الجامعة ديالي في فاس، ومن تما مشيت فرنسا. فرنسا تقريبا شحال انت دابا الان في فرنسا؟ قولي واحد 300 عام. اولولو لا ومن نيتي متبعك؟ لا دابا صافي اكزاكتومون 30 عام، 31 عام. شيت صغير شيت صغير. ولكن باش تشرب فينا ريما بشويه. لا انا تنقول لهم الطوله في القلب ولاش في القلب؟ كلشي داكشي اللي كان متفق معك في القضيه
الواحد ممكن تلقاه عنده 10 سنين وكيبان لك السي عندليب. شي اللي كان 10 سنين كنت عتي كنسمع د نور الدين عندليب كتفكرني يا بالعندليب عبد الحليم حافظ. ياك سي توسين انا ملي شفتو قبيله قلت ليه الى هي غوسومبلونس تيريبل بينو وبين عبد الحليم حافظ دايما. الصوت جو سي با مازال ما سمعتوش ولكن كومون دير الفاساد الفاساد برسك لا مي شوز. واش سمك سموك العندليب على لقبات شبه عبد الحليم ولا وفي غني التراب؟ لا بالنسبه للفكره نتاعت اللقب العندليب يعني كنت في واحد لاش فاش كان عندي 12 سنه وكنت نغني في يعني المدارس الجمعيات وديت واحد الاغنيه عبد الحليم صافي بقات عرفتي ان انا مراكشي كل شيء عزيز تيلقبوك بيت الاول لو كمل ما تكونش حاجه زينه كنت تقول لك بزاف ديت هذيك الاغنيه بقات العندليب عبد الحليم عيطوا داك العندليب الى وين في الشواهد التقديريه وفي كلشي نردي العندليب عندليب حتى اليوم هذا نسمعوا لنا نرجعوا لاجواء سي محمد سي محمد ولكن انا وليت نعيط لك محمد معليش محمد واش كاين شي حاجه سميه احسن من محمد قالك احسن الاسامي ما حمد وما عبد ولا خلينا نسمعوا انا مولاتي نسمعوا شحال قالوا فيا وفيك يا سمراء ولكن هذه المره بتوزيع جديد قدمنا الاغنيه اللي غادي نسمعوا لها هذا فيرسيون اللي عرفتي انا وقفت الموسيقى دو بيان سيغتان طون مشيت لباريس قريت خدمت تما استقريت تما ومعروف ايضا كيعرفوا بزاف سي تشوسي تماك وزعما كراس هذه الاغنيه هذه درت العالم بيسري هما زال لحد الان تناكل بها طرف الخبز بهذيك الطريقه المغربيه تنقول لك هذيك الاغنيه هي نعمه ونقمه ومن طرح قاش درت الجديد ودرت الجديد دابا كاين جديد وباش نقول له راه السي تي سي دايره واحد دو سيمين خرج واحد النوفو سينجل اللي ان شاء الله غادي نسمعوا له دابا شويه مصباح طافي مصباح طافي اذا كنت استقريت تما في باريس واتصل بيا واحد سيدي كبير انا سميتو مفيد مانجر ديالي هو يبا بوسي افون قال لي خصك ترجع خصك ترجع خصك ترجع خصك ترجع كنت جيت الموازين في 2012 و2012 هذيك هو جا عندي سورتين قدام عرضني سميتو ريستورون هضرنا انا وياه طولنا الهضره في الليل كله تهلا فيك بعدا في ريستورون عداني عند مول البروشيت هذاك المعروف راه ملي قلت ليه بان لك العربون عنده واحد مول البروشيت في الكارتي ديالو بسوسي الله يذكره بخير ايوا من تما اون ديسيدي دو غوفير دونك قال لي ايف كوتو باسكو غوفير اون غوفير السمر وني اللي بينات لا انا تتعجبني السمراء القديمه بزاف على السمراء الجديده ما هو الفولي لوي دوني الصراحه كانت عندها واحد النكهه الفيرسيون الاولى لانه الفيرسيون الثانيه تسجلت في 2013 ما عندي ما يتسال والله نقول لك راه هذا راه هذا اللي خصك تعرفي يا ريم ان السي تي يو سي كانت وقعت له قصه على هاد هاد الاغنيه هذه بحيث انه سجلها عفويه سجلها كان انا ذاك تقني في اذاعه فرنسيه وسجل الكليب ديالها في وسط القناه وما حس براسو حتى جا للمطار ولقى اغنيته معروفه ما كانش عارف واش عرفات وتصدم منين جا ولقى لقاها بلونسات ما اصلا ما كانش في خبارو ما كانش في خبارو نهائيا قلت هذا الشيء كاين واش متبعني يا خويا عندنا ما شحال ما فنان ولا ما فنان بوليسي تبارك الله عليك ايفيكتيفمون هاد ليستوار هادي ديال شحال قالوا كنت خدام تكنيسيان فرونس 3 في ليبو كان فرونس 3 دابا سمي نو كانت اف ال 3 دابا سميتها فرونس 3 وكنت نغني في سونتر بومبيدو داير واحد الحفله تما مغربيه داز تيكي سميتو الريداكتور اون سيف اللي كنت خدام معاه ديك الساعه مازال صغير تنقطع له لي تيليكس قال لي ما تنكاش فيتي ما عرفتش تخدم لي قلت له وي كنت لا شونسون في المغرب ربما ما عمرتش ليا لحقاش الظروف ما مساعدنيش بزاف الا عرفتي غادي دير سجلها وجيبها وندير لو كليب ديالها ودرنا سور لو بلاطو ديال الجورنال ديال فرونس 3 وانا درت رسلتها من تما لهنا ملي دخلت تفاجات في 89 تفاجات وصلت لايروبور الناس وقفوني وبغيو يتصوروا معايا يبوسوني اجي تصرب حتى اجي تاكل الطواجن اجي وبورتو هذاك الوقت راه ما كاين لا يوتيوب لا فيسبوك ماشي كانت يعني ماشي بحال هذا الوقت دابا كانت الاولى الثانيه كانت بحال بدات والقصه ديال الثانيه بعد ملي بدات بهذه الاغنيه هذه والاغاني ديالي اذا انا تفاجات بزاف علاش لحقاش كانت عندنا اون بون ايكيب باغيتي دو فوتبول وكنت تدوزو بزاف لي ميتون من تيكونوا رايحين المغاربه تيديروا في لي ميتون تيديروا حاجه اخرى ياك ولا لا كاينه نسمعوا شحال قالوا فيا وفيك يا سمراء وتوب اتوال دائما السمر معنا مع نجوم سي محمد التوسي وسي نور الدين عندليب بصراحة شو خد اللي والله العظيم بغى الأغنية سي كرافي قال كلمة واعرة قال لك ديرها هذيك نعمة ونقمة مرحبا بالناس ديال لايف مرحبا بكم
ومن جيب هذه الاخبار ديزانفورماسيون راه سيتو فيها عندو شي تجربه اش قلت لي واحد الاسم انا صدمني فيه لا هذا مرحبا بكم جميلة الهوني ومرحبا بك. قال لك قولي للضيف اش اخبار هذيك البنت السمراء اللي كتشطح في الفيديو كليب اش قالوا تحياتي كنبغيها فين وصلت مازال صغيره مازال زوينه مازال كلشي دابا في فرنسا طبيبه تبارك الله هيا قال لك مفيد تهلاي في تشوسي جاريف ها احنا سي مفيد كنتسناوك طيب شحال قالوا ما قالوا اه وي لو بون فيو طون سلام خويا تشوسي تحيه لكم جميعا مرحبا محمد طه السلام عليكم كنشكر على البرنامج وبلغ سلامي الاخ محمد واخا مرحبا بكم السلام عليكم مرحبا بك حبيبي عثمان اختي ريم انا معكم برافو عليك ندى اهلا وسهلا بالبرج تشرفت بسماع صوتك وشوفتك من زمان قالك فكرتيهم في زمان لالا سميره السنساوي كتعجبني هاد لو شونتور صحاب اللي عفاك تصور واخا قالك نصور معاكم صيفط لها تصويره يلا خليك معانا يلا هاهما راكم منورين بكم مراد خليكم معنا بارطاجيو لا فيديو معلوم قالك تشوسي الجيل الذهبي الله يحفظك عرفتي فكرتينا تحيه للعندليب نور الدين ديروا جيم لا فيديو بارطاجيو لا فيديو من العلمة يا سميرة شي معاك هضره يدير لك شي اللي جاوك لي زانفورماسيون كلهم هادو ما ضرب عندك الشيء اللي ما تفكرش الله عاود ليا شوف راه مازال غنجيب لك شي حاجه اخرى زوينه الله يحفظك باقي غنجيب لك شي حاجه زوينه باش تعرف راني شاد معاك الوعيت وتابعتك واخا انا الصراحه هاد الاغاني هادو راه هما كلشي ما كتموتش شحال قالوا ما قالوا سي تشوسي انا اليوم فرحانه وانت معايا الله والله فرحانه بزاف وجميله الهوني فنانه مغربيه متالقه ممثله رائعه كانت دابا معنا في اللايف وكنحيو الناس ديال اللايف قالت لك شخبار داك البنت السمراء اللي كنت كتشطح في الفيديو كليب فين وصلت اش نقول لك هي لا بري لاف سي نورمال هذيك هذه سنه الحياه مجوجه في فرنسا عندها وليدات راها طبيبه دابا في فرنسا تبارك الله تبارك الله كانت معنا في الجامعه تاعي كنت نقراو كاملين دابا راه اللي لدرت كلمة هذا اللي سبيسياليست في الجامعه دابا شي حاجه خاصني نطلع حتى تما مرحبا والمتميز في سي تي يو سي على انه عنده فرقه اجنبيه يعني كيشتغل ما كاينش شي وقيلا ما كنظنش انه معك مغربي معين في العازفين واه ما عندي الجروب كله واخا غادي عرفتي اش نديرو غادي يتكلم هو يتكلف اليوم غيدير ديال المناجر بروديكتور مرحبا الان غادي نسمعوا النور عينيه ديال نور الدين عندليب شنو بامكانك تقولنا على هذه الاغنيه اللي عاد خرجت مع من تعاملتي فيها بالنسبه للاغنيه نور عينيه هي من كلمات سوسن فتحي حضره معايا ومن الحان محسن مغار وبيان سور من الانتاج تاع الكليب والبرودكسيون بطبيعه الاغنيه يعني كتضمن كتهضر على المراه بجميع الجوانب يعني الام الاخت الزوجه لا. نسمعوا ليها ونستمتعوا بها ونرجعوا ما بغيتش نقطع الاغنيه راه عندنا ساعه ونص راه ما نهضروش ولا نبقاو نهضروا ندوزو اغنيه في هاد الدقيقه
التوفيق. هي خاصه فين هما الستاف اللي كانوا خدموا معاك؟ مازال عندي نعم. هما نيت ديال شحال هادي باقي معاك؟ مام يا خالص ما بقاش داك الامريكان اللي صافي كون استحل وي سي كونفيرتي على الاسلام اللي جلي بوسي في شي خاصي على فين بدي هاد الاغنيه بات سالي واحد شويه دابا دابا جيتي من فينالمون جيتي من الاخر واحد شويه هادي ابقات فيها والمراهسي الاجل اذان نمشيو الاذان من مورا نطلعو تقسم الاذان وعاد نرجعو اودي ولكن اول حاجه خاصك دير خاصك دير سميه ان شاء الله من هنا الدخله والله الا وبحال بدر صبري نورمالمون تسميتو خفيفه وصغيره حيدت بلا صبري كلشي تقول لي شكون واش نتا هو لا هي كيبان اللغه بديها الانجليزيه يقول لي تغني انت سبابي لا ما كاين سباب هذا الخبا تقول لي واش نتا هو نتا عندي شكون ما يمكن اختارك غلطه ولا لا وات قال لي طول معاك هكا هو اذان عشان كيبدا الاذان كيبداو في اللايف يقول لي سكتي اذان سي بوشيتي هو انيماتور معك ولا انفيتي؟ نو سي بوشيتي دابا انيماتور معنا في لا راديو ناسيونال واه هو التحق برئيسيني اختي الله الله يحفظك سي فغي انت عارف الناس تفكرني في صباحي ياك ومن اول العام هو القدوه ديالنا صاحبي لقيتي في الساعة الثانية غيمشي يهبط عند حنا في ميسيون ديالنا عندنا جوج اذانات كيديروا لنا الرقية مزيان الله يلا زعما واعر هادي ياك الله يلا واعر قولوا لنا الرقيه ماك حتى خيركم نيس والله يجازيكم محتاجينها الله يجزيكم الخير اييه شوف ياك ماشي هذاك الدايزر شوف عليك بعدا كلي وفي الاول غنى كنت هاني نبات ومن بعد هو يغني لي نور عيني جات في الثمان طبيتوا المستمعين الكرام نستمر معكم الى حدود الساعه 7 اليوم عندنا جوج ديال النجوم عندنا تبارك الله نجم كبير الكل كيعرفو ومنين دوزنا شحال قالوا ما قالوا الكل كيعرف الاغنيه هي كسيتوسي ولكن ما كانوش كيلصقوا الصوت مع الصوره وهذه سي لوكازيون باش يعرف دو بري افكتيفمون غير هو انا ملي مشيت لفرنسا في الفعل وقفت بزاف بوندي لونغ زاني ولكن مالغري تو زعما شتي سوق فين دخلت ليامات المريض الناس في الديوانات بعدا في تقول لي وجهك مش غريب ما تخرجها
فوالا سان في بليزير فرونشمون دونك سا مي دون لونفي دو روبروندر لي شومان ديال ستوديو ولكن البوم جديد وكاين اغاني جداد قريبا ان شاء الله ونتمنوا انها حتى مصباح الطرفي تلقى نفس النجاح اللي لقاته شحال قالوا فيه وفي ديال الصباح وحتى في الفيزا فور ميوزيك اللي كانت في الرباط كان اقبال كبير من الشباب ومن لي زارتيست و صوار و سيتيوسي وانا ما يبعد مع تبارك الله فوق الا كنشير لي كاع ما شتيني وهي شتي والله كنحيي مفيد سبع وايضا نوفل اللي حضروا الان مرحبا بكم مرحبا بكم حنا فرحانين وانتم معنا نوفل جوكير نسيت هذاك الجوكير واللي ما قلناش الجوكير ما قلنا والو في نوفل نوردين عندليب انا قبل انا كنت كنقولها لكم الناس ديال اللايف كانوا كيسمعوني دابا كلشي غادي يسمعني نوردين عندليب ما كتجيكش هذا الاسم شويه كبير اش كبير عليا اختي انا شحال عندك من عام نوردين سي توفيق سؤال ما محله من الاعراب لا والو هو كل الاعراب ها هو ما تفوتش 33 صافي الله يجعل البركه ياك لا باين كثر مادام قلت الله يجعل البركه من واحد تيقول الله يجعل البركه الفهم يفهم هي تويتر نو لا راه حيت كنا كنقول على الناس سي دابا نور الدين غادي يبدل سميته ونبدا نعيط له دابا حيت هو دابا عنده في البروغرام يبدل الاسم الثاني ديالو غنبقى نعيط له غنبقى تشينج هيز نيم اصلا انا ما بغيتش انا ننادي عليه بنور الدين عندالي بغيت نعيط له نور الدين التويمي نعم تناوي نعيط له بالكنيه ديالو الصراحه حتى يشوف لينا حل بالنسبه لهذا اللغز اللي قلتي اصلا كبير يعني عند ليب كتجي شي شويه من حتى لو ستيل ملي كنسمعوا الاسم مع لو ستيل لا يعني ستيل انا ستيل شبابي ستيل ديال الوقت دابا انا اغلب الوقت يعني كنغني الشرقي الطربي كل ما هو طربي لكن فاش فكرت نحاول ندخل مع الموجه عملت يعني جوج كليبات اللي هما من هذه الاغنيه الاخرانيه وبعدا نفكروا الاغنيه ان شاء الله اللي غادي نعاودوا نسمعوا ليها هي لو برومي سينغل ديالك كنت هاني لاباس دابا في الاول غنى سيتوسي كنت هاني لاباس ومن بعد غنى لا نور عينيه وفي الاول بقى كيقول لي راني هاني بخير وفي الاول قال لها في الخير فيها هو اول ظهور بالنسبه لنور الدين هو اول ظهور كان عنده في 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 قناه الاولى في برنامج تغريده مع حاتم ادار نعم كان ضيف انا ذاك ياك عقلتي على انا ذاك قدموك كموهبه مع حاتم ادار اللي كان بلغ عليه السلام هي اول ظهور يعني الجمهور بالاخص بصوره يعني نعم ومثل هذه البرامج ضروريه ياك نور الدين الجمهور يتعرف خصوصا الواحد من كيكون في بدايه المشوار ديالو بالنسبه لي يعني اي شاب او موهبه ضروري خصو يعني يدوز من هذه المراحل يعني لي راديو الجرائد الالكترونيه جرائد يعني ورقيه باش يكون عنده اسم معروف عند الناس وعند الجمهور بعدا ما قلتيش ليا واش انت حافظ شحال قالوا ما قالوا فيك السمره ديال سيتيوس شحال قالوا الله يا ودي حافظينها شحال قالوا ما قالوا شحال قالوا فيا وفيك يا السمراء الله 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 جميل جميل نبداو الان المسابقه كاين الخير والبركه هذا بدا وقت الحقيقه كيش في الحقيقه يلا واماطه اللي تام وكيجيكم في اللغه توفيق كيجيك انا ذاك حيت الاخ توفيق ما كيقولك انا ذاك انا دابا ما كاينش اماطه ما عرف مين جاتني هاد الاماطه اللي تام سيتيوسي عندنا سلسله من 31 خصها لينا رقم 18 عند تويتر بحالي 18 شنو فيها 18 هذا نعاود ثاني عندك شويه سيتيوسي مع الامثال الشعبيه واخا شحال هادي وانت في فرنسا تعجبوني بزاف اني ما عنديش معاهم ما حافظش انت كاين واحد المثل ساهل ماهل تفضلي قالوا ناس زمان العروسه تعرس يعني هذا المثل تنقولوا ملي كيكون العرس والعروسه كيدار لها العرس والاب ديالها هو اللي كيتكلف بمصاريف العرس
قال لك العروسه تعرس وباها يخلص ويخو بحال هكا الواحد. حنا دابا لي جون ما كيكونش واحد تيتزوج شي ولا هادو واش هذا عرس ولا. برافو عليك مريم. ما سمعتش انا والو. واحد هي ما قالتها شي حركه فمها وانا قريتها يهرس. يهرس الله. كيقولوا ناس زمان العروسه تعرس وباها يتهرس. يتهرس اه وي ماشي يهرس يتهرس. يتهرس احنا يا مع انت جيتي من فرنسا وداكشي درنا كي لا 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 يعني فاسيليتي ولكن ملي كيولي الفلوس الفاسيليتي البيمون توفيق ديك الساعه هو اللي كيتكلف تماما. هو عنده لا كارت بلوس. كاين شي وليدات كاين شي وليدات سي تشوسي. واش نقول لك هذا سؤال محرج بزاف دونك نساو 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 ربما كاينش حاجه في جابون إذا مشيو عند نور الدين. مرحبا. اختار لنا رقم من 31. ديري 6. 6. رقم 6 شنو فيه؟ ياو. صوت من هذا؟ غادي تسمع لهذا الصوت وتعرفوا. ديال الكاسك باش تسمعوا مزيان. نسمعوا الصوت؟ اوه يا سلام يلا لود تكون الفنان. كان هذا عبد الوهاب الدكولي على امواج الاذاعه الوطنيه في توب اتوال. نسمعوا شويه ونستمتعوا بالاغنيه ونرجعوا لنجومنا. عجبتك الأغنية توفيق؟ والله أنا بالي بغيتي تغنيها. يلا توفيق. أحسن صالحوا وجين تصالحوا خصومة حشومة 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 خصومة حشومة حشومة حشومة. سمعنا صوت كان رديم. شوما 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 بيبة العزيزة الحبيبة العزيزة. شنو نقولوا لتوفيق؟ برافو. نقولوا له شكرا شكرا. احنا ما كنقولوش برافو واش تنقولوا؟ طرتي وعليتي. شكرا شكرا. حرجتوني كاع. حشمتوني شفتينا وحنايا حشمانين. صح ياك توفيق. فعلا. نذكروا توفيق لكل مستمع اللي بغى يتصل بينا فشحال رقمنا؟ 05 37 70 59 39. ولكن هذا دورك اليوم خص نور الدين وسي تشوسي يخرجوا حافظين النمر ديال سي تشوسي. فعلا هذا هو تبارك الله عليك. كاين كتبه كبيره عرفتي باش كيمشيو لديورهم كيبقاو يسمعوا الاذاعه. ولكن راه سي تشوسي راه يعني دائما صوته في الاذاعه الوطنيه. وانا دائما ملي كنشعل الراديو بتيوسي كنلقاك مع الاعلاميه الكبيره ديالنا لاله سماهان عمور. دائما حاضر وحاضر بالجديد ديالك. عندك سماهان عمور صباحي بوكيلي الناس ديال الاذاعه ديال التلفازه قاسم السي عيساري عاشور كاع الناس اللي زعما اللي شفتهم هنا في تكون جو باس دون لي كولوار ديال تنشوف وجوههم واحد واحد. لقاش انا ملي جيت ديك الساعه جيت صغير وجايب هذاك اليوتيوب انترناسيونال بكل تواضع جيت لهنا لابس جين ما مغاضيش شعري مازال طويل زعما في الاخر شافوني قال اش هذا خينا جاي يدير هنا. ملي سمع الاغنيه عجبتهم وعاونوني بزاف 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 كبروا بيا بزاف وما عمري نسى خيرهم. ولكن انت تستحق والاغنيه ايضا تستحق و... الحمد لله. فنان يعني اخلاقا وادابا وايضا راه كاين واخا كنقولوا شحال يعني شحال قالوا ما قالوا فيك يا سمر ولكن راه كان يعني كاينين اغاني كثيره كما قلتي يعني واحد الفنان ملي كيتشرب اغنيه معينه
هي نعمة الكل كيتعرفوا لكن ما كيتسمع حتى حاجه من غير داك الاغنيه. عندنا واحد الاغنيه معروفه معروفه وبزاف غير كيف ما قلتي الاخت ريم واش الصوره ما كانتش مطابقه مع الاغنيه ما عرفوش بزاف ديال المستمعين. كان غنى في 1986 بغينا نسمعنا واحد الاغنيه كانت مشهوره حتى هي لايف. واحد الاغنيه كان عندها واحد عندها واحد البصمه ديالها. 86 كنت درت شوفوا مالي ودرت يا رسول الله. كلشي عارفه كلشي عارفه. سمعنا شوفوا مالي ها اللي قلنا يعني سمعنا. هذا سيدي هذا سيدي هذا سيدي تراديسيونيل. كاين اللي تعرفت بزاف في المغرب كاين السمره فيكتيمو وين واش عقلتو عليا القمره ضوي حبيبي مجاني اللي ظلام عليا راه عندي تايا ولكن غني عنها. حنا بغينا شوفوا حالي غني لنا مقطع منها وراه كلشي كيعرفها. شوفوا مريم الحالي من دون الناس اقولوا لله قولوا لله حد الباس اقولوا المي عودوا المي ما كاين باس ما كاين باس يا كلمي ما تقتيب الناس وتقتيب الناس غير تيقي ما دات علاش تقتيب الناس يا كلمي ما درت علاش. شوف مريم الحالي من دون الناس قولوا لله قولوا لله حد الباس جوسي. ولكن جنسي تكون معايا القمره اللي حقصتها من سمعنا القمره انت من قبل كاين بغينا نسمعها لايف عرفتي الحلاوه ديال اللايف هكا. ويا القمره طويلي حبيبي ما جاني غزالي ما جاني ميمتي اللي الظلام عليا ويا القمرة ضويلي حبيبي ما جاني غزالي ما جاني اللي الظلام عليا. ما قلتش علاش هذا السيد مشتي كان باقي صغير كان باقي صغير. يلا عندي 5 سنين كنحاول نفكر باش ندير مشروع الالتحاق بالمدرسة. نمشيو للمستمعين اللي معنا واللي اتصلوا بكثره باش يكونوا معك السيد توسي وايضا معك نور الدين عندليب من بينهم اروى من دار البيضاء. مرحبا بك اروى. الو مرحبا بك اروى مرحبا بنزيل دار البيضاء. الحمد لله الحمد لله وي شكرا. واخا تجي نقول لك الظروف حنا دابا رجعنا عندكم حنا توحشتكم غير ما تقوليش هذيك توحشتوني لحقاش شاك فيقولها لي الناس في الزنقه تي سي تري تو شونس ان توش بوكو. يا القمره غريب ما عرفاش القمره قلت لي واش انا حابه نشوفو مالي كنت باقي ما تولدتش في بدايه الثمانينات. وي الله يحفظك اختي اروى شكرا. لا بس الله يحفظك بارك الله فيك وشكرا بزاف. جديد ان شاء الله غادي يكون حصري ما يمكنليش نقولو دابا لحد الان خلي مفاجاه ولكن كما كنوعد الناس والاصدقاء المحبين ديال نور الدين راه غادي يكون الجديد عبر ديما يعني في الصفحه ديالي او عبر قناه يوتيوب. الله يحفظك اختي بارك الله فيك. هادي من لي فان عارفه كل شيء مشيتي فيها بيناتكم. يا بصراحة كان عندي مهرجان في القاهرة ولكن كان عندي واحد الظروف اللي ما خلاتنيش باش نمشي ولكن إن شاء الله كاين بعض الحفلات والمهرجانات اللي إن شاء الله نشتغلوا فيهم. أروى والو ما تفكرتيني أنا في حتى حاجة حتى حاجة حتى كلية ما صغيرة لأن أنا توفيق كضحكي والو. مرحبا بك اروى مرحبا. شكرا بزاف وكنهنيكم على هذا البرنامج
مرحبا بك. لحظتك اختي لحظتك لا طول عمرك. سي تشوسي فنان غني على كل تعريف، يعني اغانيه سابقه وتبارك الله. انا كيفكرني بالكوليج ما عرفتش علاش. ايوا صافي انتما تشرفوني عاوتاني. مازال صغير اي بالله الله. والغلب الله. والله هادشي غلب الله. وتبارك الله نور الدين باقي له المستقبل كله، باقي ان شاء الله لي سينجل غادي يجي وباقي تبدات وباقي الناس يعرفوا اكثر. ومن دابا ولي فان وراك وليتي واعره. يلا اروى اختاري لنا رقم من 1 ل 30. 28 عندك 28 عام انت عقت بك. اروى غتغني معايا غتغني معايا. احكي لي حكايه، هذه اغنيه الجديده ديال فناير. يلا الامير النظيف. جيب البركه. ولكن باش نقولوا لها مريم، باش نقولوا لها مريم، احنا عن احنا عندنا طحتي على راسك. ولكن احنا جيت سعداء بالتواصل معك اروى، وبغيناك دائما تكوني تتبعي سي تشوسي ودائما تدعمي وتتابعي نور الدين عندليب. لا طول عمرك بارك الله فيك اختي. ميرسي بوكو اروى. سي موفي صافا لاباس عليك صحيحة نورتينا. حنا كل نهار نبقاو نجيبو سي تشوسي. وزان دريس نمشيو من الدار البيضاء لين نور الدين. إدريس وزان استقبلو. السلام عليكم أخويا. لا هذا عند ليب. اي يا خويا كي داير اخويا سي ادريس بخير؟ مرحبا بك سي ادريس. لالا مريم ان شاء الله دابا راهو شو جدينا داك الجلالب ديال الحبه والزيت البلديه صافي مخون. احنا ماجين جيت الغلا ان شاء الله نجي نسد. باغي يهضروا مع تشيلسي. اهلا اخويا مرحبا بك مرحبا بك. لا انا نسيتكم شي حاجه ابدا ابدا. لا لا اختك لا لا اختك سي ادريس. واخا واخا ان شاء الله سي ادريس. لا لا اختك صافي سي ادريس. حنايا ان شاء الله نساليو مع السبعه نشدو الطريق صافي سي ادريس. نور الدين نشدو الطريق من هنايا نخرجو مع السبعه. الله يا ودي حنا واجدين. شوف سي ادريس القضيه فيها الزيت وفيها الزيتون وفيها الجلابه. ونمشيو نزورو دار الضمانه فالسيغمون غادي نجيو ليكم. هانا سيدي هادشي مغاربه الحمد لله المغاربه ديما دار الصح. شيش والله الا سي ادريس مي قلتيها لينا والله الا راه وصلنا حقنا وكلينا صحتك وراحتك. دابا راه كتشوف فين غتوجد داكشي كيفاش غادي تانستاليه. لا في الدار فين نحطو كتجي بزاف. الله لا يخطيك سي ادريس ان شاء الله. دابا كديري لنا هادشي كامل. انت هضرتي مع سي تشوسي ومع نور الدين باش من بعد المسابقه نقولوا لك طرتي عليتي. دابا جينا نيشان. هلا نختي يلا اختار لنا رقم سي ادريس من 1 ل 30. 27 موجود. شنو في 27؟
سي ادريس انت ديما متبع الاذاعه الوطنيه ومتبع ايضا الاولى. وشوف حنا المهم انت شوف بغيناك تسمع مزيان وتقول لينا اش من المسلسل هذا. والو هذا الدوز اللي كيغني ولكن حنا بغينا الاسم المسلسل. شنو نقول؟ عرفتي حنا واش نقولوا لك؟ صحتي على راسك السي ادريس، ولكن شوف وجد لينا داك الزيت وعاد نشوفوا كيفاش يمكن هانا سيدي. شوف انا كاع اللي ما درتش نصيفط لك مريم. هاي يجي عند سي ادريس. لا 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 شكرا. مرحبا بارك الله فيك سي ادريس. ويعني ملي كنسمعوا مثل هاد المستمعين كيتصلوا كنعرفوا الكرم، وكون حقيقة تمشي راه بصح راه غادي يدير لك كاع هادشي اللي كيقول. وزعما صوم هذيك سوفون في الفيسبوك الاتصالات اللي سميتو الناس بزاف ديال الوزان تيقولوا لي الناس الصحراء سبحان الله العظيم غير تيقول خصك تجي عندنا. خصك واحد قال لي انا فيزا في الميوزيك يا تشوسي وجهك ما تبدلش وانا غلاضيتي بزاف. سي نورمال اي مغربي. ولكن ياك وجهه راه ما تبدلش بزاف. لا ما تبدلش. غير شويه د الشيب وشويه د الكريشه. ايوا الكريشه ضروري. طيب سي الكابيتال. والله الا ما تبدلتش بزاف. يعني نفس الملامح. الحمد لله غير هو اللي بغيت نقول المغاربه تيعرضوا زعما ناس طيبين ناس كرام معروفين بالكرم. راه ما كاينش شي بلاصه اللي ما مشيت ليهاش. تمشي دير بومي متالفين في وجود الحوانت هذه غريبه. الناس في طريق مكناس واحد النهار الاخ ديالي كاين حانوت واحد ودار وحده في طريق مكناس نزلنا باش نشربوا شي حاجه بارده. وصلنا قال لي تبارك الله سي تشوسي زعما جيتي سير وقال لك خاصك تدخل تغدى معنا وتجلس معنا وتبات معنا وحتى بعد غدا قال الله يهديك راه حنا شادين الطريق حتى مره اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك لا طول عمرك. زعما سي طريت في الشغل المغرب والمغاربه الله يعمر لينا الدار كاملين. سي فغي وما كنعرفوا بحق المغرب الا كانوا ولدي انت تنخرجوا من بلادنا عاد كنعرفوا كيف بلادنا. عرفت اش نقول لك دابا انا خرجت بكري خرجت صغير جيت نقلت تما وتوظفت تما والحمد لله زعما خصني حتى خير. ما كاينش شي بلاصه تتحلى ليا في العالم حتى فين جيت نوقف مول الدار ديال الحيط ديالنا في ليوازه اي بورتون مشيت بارتو ما كاينش شي بلاصه شي كون في العالم مشيت كراس هاد الاغنيه هادي والانسان في الاخير تيرجع قال لك رجع الاصلي اصلون وقال لك اللهم اكثر بلادنا والعسل بلاد الناس الشيء اللي كاين. نور الدين عمرك ما تفكر انك تهاجر وتمشي لدول الشرق؟ يعني كاين كثير من المطربين كيختاروا هذا الطريق. بصراحه ما عمرني فكرت حيت ما نكذبش عليك انا كنغبر على ارض الوطن يعني سيمانه ولا تخوا جو اللي ما كنقدرش. نعم المغرب كيبقى مغرب والحمد لله ارض الوطن وارض السلام والله يخلي لنا بلادنا ويخلي لنا. نور الدين. نعم اخويا. عندي واحد ثلاثه الاسماء وبغيت تقول كلمه واحده. هي اخويا كلمه واحده لكل واحد فيهم. بالنسبه لك محسن امرأة كلمة واحدة عزيز عبد الإله الدايب قلبي الكبير سوسن فتح. شنو هي سوسن فتح؟ سوسن فتح شنو نقول لك الحياة كلها. يا الله يكمل بخير. خاصك تقولي الحياة وانت مالك الحياة القلب وكذا عنده الحياة والقلب والعزيز. جميع كامل شنو غيعطونا سوسن تكتب لنا شي اغنية. نمشيو الان لسطات ياك سي تشوسي. شكوني معنا دابا؟ مريم سطات. السلام عليكم سطات. اهلا مرحبا سطات وناس الشوية وناس الخير وناس البركة الله يطول عمرك بارك الله فيك. الحمد لله ماريا اهلا وسهلا. تفضلي عمد تفضلي.
كيشرفوك. لا 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 ماتيوسي سا ريزون تونسي بزاف الناس عيطوا لي تونسي مي اصلا نورمالمون سي تيوسي. ولكن ولد اختك حفظك مزيان الاغاني ديال تيوسي. دابا تقطع ليها التليفون نحاولوا نعاودوا نجددوا نمشيو للنهيد من زاكورا. هند هند ما عرفتش من جاتني هاد النهيد هي ممكن النون والهاء والدال زد الف زد الف وانا تنظر نرجعوا لعند ماريا غادي نمشيو لعند هند. ما عندك تقول لنا هند ها يضرب على هند. لا هند السلام عليكم. نص زاكورا نص الخير ونص نص الضحك ونص نص كل شيء والبناقة والحليب بالناقة وزعما والكرم الكبير جو كاع دي سوفونير با بوزيتيف تما زاكورا وغادي ترجعوا ان شاء الله الصيف هذا الوزازات وزاكورا والجو زوين راه انا الجو زوين كاين في زاكورا مرحبا بك هند ومرحبا بالناس ديال زاكورا. حنا راه جبنا فنان قريب من مراكش نور الدين عمداليب قرب ليكم. امين امين لا اختك هند كل شيء زين وانت بيني وبينك هند يكون معك سيتوسي ومعك نور الدين ومعك توفيق ومعك مريم ومنال وبدر وما تكونيش بخير وامين ويلي 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 انا خرجوا امين يسد علينا الباب يقولوا ما تسيتوني يكون معك الناس كاملين وما تكونيش بخير وعاد الناس ديال لايف. لا لا اختك هند مرحبا بك. وي مرحبا بك هند مرحبا بكم. لا ما تخاف وانت قلتي لنا هادشي كاملين نشوفوا الا قدرنا نديروا شي تدخلات وصافي تعاونوا معنا نتعاونوا نشوفوا يلا هند اختاري لنا رقم 21 وتهلاو فين قالوا ناس زمان لله هند راه عندك انت مع الامثال هانتي شوفي كاين واحد المثل المغربي سهل تيقول لك الرجل الخفيفه مالها ما خصكش انت تشوفها عادي دابا اللي دابا عتي باش نتفق حيت الناس دابا ديال لايف كيشوفوني قصيوره راه عطاوني الكرسي الحادر وهما طوال وقاتل على الكرسي العالي ياك سي تيوسي والطولة في القلب يعني اولا واخيرا طولة في القلب كبير هو الله وانت القلب ديالك كبير بزاف اكثر مني الله يطول تبارك الله عليك. المهم راني في كرسي راه غير حادر عطاوني اطول الكرسي نجلس فيه تما العلاقه وما راه طوالين هانتي دخلي هانتي غادي تدخلي لا دخلي الفيسبوك غادي تكتبي من الفوق ريم ار اي ام وديري اسباس وتكتبي شماعو سي سي اش او ام ا او او تبان لك واحد التصويره ديالي مي كنت باقا شويه شباب هذيك التصويره عندها واحد 10 سنين مي كنت باقا يا هذيك دخلي تلقينا في اللايف وتلقينا انا القصيره اللي قاسه وسط منهم بجوج هي هذيك انا هانتي سهله قال لك الرجل الخفيفه تستاهل مالها
هانتي شوفي شوفي هانتي اسمعي اسمعي لو ما يسمعني حد تكتيفة تستاهل تكتيفة تستاهل شنو عند يلا قال لك الرجل الخفيفة تستاهل تكتيفة ليلى يخطيك ميرسي ان شاء الله ها هو سي تشوسي الان معنا وغادي نسمعوا الان المصباح الطافي اغنيه زوينه 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 عاد خرجت هادي واحد دو سيمين وبغيناك ايضا هين دوكو الناس اللي كيسمعونا يدعمونا الفنانه نور الدين عندليب ولكن الان المصباح الطافي محمد تشوسي ونتلاقاو في ساعتنا الثانيه نختموا ساعتنا الاولى بالمصباح الطافي مرحبا بالناس ديال لايف هانا دابا خواني تخرجوا الله ميرسي بوكو مرحبا بكم الان غيكون موجز مع امين المراني من بعدو غادي نتلاقاو في ساعتنا الثانيه مع السي تشوسي ونور الدين عندليب ما تمشيو لاين ما تمشيوش خليكم معنا نخليكم تشوفوا الموجز نخليكم تشوفوا ماشي التونسي يا احمد صافي سي تشوسي وي تشوسي واعر 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 مرحبا بك زينة مرحبا بك يونس امين المراني في موجز اخباري مرحبا بالناس ديال شفشاون مرحبا بك مراد المرابط ميرسي بوكو مرحبا بك يونس مرحبا مراد المرابط واخا مراد خليك معايا بلاتي يونس بلاتي مراد ها بلاتي 36 يونس سبعة وثمانين تلتاش صفر واحد هانا بلاتي نشوف الناس ديال اللي كتبوا لينا محجوب مرحبا مرحبا ها انت لقيتينا مريم مرحبا بك اسامه هاي سميره مرحبا بن زايره ميرسي ميرسي داكوغ انا نقولها لسي تشوسي جيبوا لينا محمد راي فكرتينا في شحال هادي مرحبا بالناس ديال تاتا تشوفوا دابا الموجز اون ديريكت ونتلاقاو في ساعتنا الثانية مراد اهلا بك مراد الادريسي انوار البشرة كي دايرة لالا ريم ها انتوما دابا الموجز ونتلاقاو ما تمشيو لاين خليكم معنا صافا يس يس امين المراني كي درتي صافا الله يبارك فيك الحمد لله الإذاعة الوطنية موجز بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم من جديد. يستمر الجو المطر مخيما على أجواء العديد من مناطق البلاد، لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية اليونان، فقامت السيد بروكوبيس بافلوبولوس إثر وفاة الرئيس اليوناني السابق كونستانتين ستيفانوبولوس برقية مماثلة بعثها جلالة الملك إلى رئيس جمهورية الهند فخامة السيد براناب موهيرجي عقب سقوط العديد من الضحايا في حادث انحراف قطار عن سكته. وطنيا كذلك اشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان اليوم بمدينة سازة
على إعطاء انطلاقة الحملة التخصيصية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودشنت سموها مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة السرطان. إذن اليوم كان مطرا بعدد من مناطق البلاد، حيث تشهد عدد من مناطق المملكة إلى غاية منتصف نهار يوم الغد تساقطات مطرية قوية ستصل مقاييسها إلى ما بين 40 و70 ملمتر بمناطق الحوز، أزيلال، بني ملال، خيبغا، خنيفرة، صفر وتزا، وستسجل ما بين 25 و40 ملمتر بكل من الخصيمة، بركان، كرسيف، وجدة، فيكيك، وزان، تيزني، تشاون، تونات، فاس، مكناس، قلعة سراغنة، الصويرة، الرباط، القنيطرة والعرائش. دوليا، تعمل قوة النظام وحلفاؤها على تضييق الخناق أكثر على شرق حلب عبر شن هجمات على محاور عدة لتقليص مساحة سيطرة الفصائل المعارضة في وقت دفع التقدم الذي أحرزته في أحد الأحياء الشرقية عددا من المدنيين إلى النزوح. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا بتطويض محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء النزاع الدامي في البلاد. غير بعيد، بالعراق نزح أكثر من 68 ألف شخص من مدينة الموصل منذ بدء القوات العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش. الخبر العراقي كان آخر سطور هذا الموجز، في أمان الله. يلا دير دير وعلمني شكون هي المكالمات تاولنا راه وي. مرحبا بكم، تبارك الله عليك، ميرسي بوكو. احنا بدينا ساعتنا الثانيه. ويلكم ويلكم زينه، خليكم سي جوسي مسيو عندليب ولد عبد الحليم، خو عبد الحليم، خو عبد الحليم حافظ. خرجت ورقية وسي توفيق. واهلا وزاني بالضبط سي تيوسي. مرحبا خويا استاذ. مرحبا. عرفتي انا جلست انا وخالد واش انت تدا ولا يتغيش ايه، وقال لي غنى غنى معاك. ايه ما شفت انا داكشي. ايه شي فيستيفال. شنو قال لك على هاللقطة؟ قال لي أنا سير طانتو كان يغني معاك وتخلطوا، واش تيحب راسو واش هو اللي تيغني ولا انت اللي تتغني؟ هي مولاي الغسوبلون سوي هادي عندك الصح. قالها لي قالها لك. والله ما راكم نتوما شوش انا حاضر راه والله ها نتوما كرسية حاضر على كرسيهم. علاش ما بقيتيش تغني؟ لا باقي كنغني سي تيوسي. دخل دخل شوية في لو كادر. خذ داك الكادر سي تيوسي. دخل في لو كادر. نبداو بالأغنية ديال نور الدين، كنتي هاني لاباس. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بكل متتبعي برنامج طبيت ولا. مرحبا بكم في الكونت ديال ريم شمعو، ريم ار اي ام اسباس سي اش او ام ا او او. بامكانكم تدخلوا وتشوفونا على المباشر، وايضا بامكانكم تتصلوا بنا. سي تيوسي عطاهم الرقم انا كنكتبه لك. يلا يلا دير دير النضادر. ايوا شنو سي عطا الله
هادشي الار كنا دايرين دابا زعما 05 37 70 59 39 معلم. ونعاود نور الدين يعطي الرقم ديال السجور مع اللي بغى يتواصل معنا. اللي بغى يتواصل معنا عبر الاتيل ولا بالمراكشيه اللي بغى يتواصل معنا عبر ليبا تواصل معنا على رقم الهاتف هو 05 37 70 59 39. شكرا. واليوم معنا سي محمد التيوسي. واش تعلمتها؟ تعلمتها حفظتيها مزيان. ما بقيتش محمد ولكن هي التيوسي ما محتاجه التيوسي راه فيها كل شيء. فيها كل شيء واصلا ولكن راه غير حتى شي يعني بزاف ديال الناس اللي كيشوفونا في اللايف تيقول لك تونسي ماشي التونسي تيوسي. فوالا كنت تعيط ليه التويسي. التويسي زعما سميه ماشي سهله ما عاوناتش مزيان ولكن لحد الان الحمد لله ان الناس بداو يعقلوا عليها وعرفوا بان التيوسي مغربي عايش في الخارج مغني مغربي. دابا الحمد لله هذا الرجوع ديالك في الاونه الاخيره للمغرب يعني انا حسيته على انه واحد الرجوع بالقوه الرجوع بالجديد للمصباح الطافي. ايضا كاين ان شاء الله مشاريع كلها ان شاء الله اللي غادي تكون. زعما كما قلت قبيله انا تفاجات بان الناس مني رجعت المغرب انهم عاقلين عليا وعاقلين مزيان والناس اللي كبروا مع هذه الاغنيه هذه تيطلعوني في الزنقه ورحبوا بي الله يرحب بهم. وكنتمنى من الله ان هذا المصباح الطافي الاغنيه الجديده تلقى نفس النجاح بحال القمره بحال الفوزيه بحال شحال قالوا. وحنا غادي نديروا اللي علينا انا نديروا شويه لا بروموسيون مع لي راديو ولا لي ريم. مرحبا غادي ميتسالك ونشوفوا الناس الاخرين يوقفوا معنا حتى هما نعم خويا. اغلبيه السهرات قدمتيهم في اوروبا اكثر ما قدمتيهم في المغرب. في المغرب واش هذا يعني على انك كنتي قريب او ما دعتش الضروره انك تكون حفلات قويه اكثر او اهتمامك بقربك العمل؟ بالفعل حنا مشينا درنا اللي مشينا بارسو في المغرب. كنت درت سعيديه ودرت الحسينه ودرت اصيله مؤخرا درنا موازين ولكن زعما باش ما ندخلوش زعما المشاكل انا وقع لي مشكل اللي جعلني انني ما نبغيش نجي للسهرات في المغرب هو انني تلاقيت بشي ناس اللي هما سمساره ماشي بحال داك الوقت ماشي بحال دابا ولاو شباب ولاو دي ماناجر ولات الاغنيه المغربيه عندها اقبال في العالم. وحتى ايضا ولات حتى الفنان بعيد على هاد لي ديتاي كيخلي الماناجر هو اللي كيتكلف. ايوا انا نقول لك جيت لهنا للمغرب انا والمجموعه ديالي كنا في ليزيتازوني وجينا لهنا الطياره وصلنا لكازا باش نشوفو السيد ما عم نديرو السهرات ما لقينا حتى واحد. نعم دونك اون ايتي اوبليجي دو روبروندر لافيون وبارتير في باري. هادي من المشاكل اللي كانت تخبطنا فيها بزاف وتخلقنا مشاكل ولا انسان يقول لك اجي ها نتفاهموا لحقاش عرفتي يعني زعما خسر بحياته بيان سور تكمل السهره واخا تكون عباد الله مازال نسمع قلال باش نقول سمير لقاش هذا السيد معروف في هذه المدينه اللي دار هذا الفيستيفال هذه السهره هذه في الاخر يقول لك لا نعطيكم غير هذه وغير هذه ونقص لكم وعارفين الحاله وحال الله. قلت له اخويا انا معايا سبعه الناس جيبهم من باريس خصني نخلصهم خصني نتكل بهم خص الوطي ديالهم خص الماكله ديالهم خص نوقع لهم شي مشكل خص لاسيرونس ديالهم لا مرض ليا شي واحد هنا ولا كندير ليه. ولكن انا كنظن ان الوقت الان دابا تبدل ولا الميدان سورتو الميدان الغنائي الفني شويه مقنن على اللي كان وتبدل بزاف ولا مهم ولكن ماشي بحال اوروبا. نعم ماشي بحال اوروبا. اوروبا كاين دي كونطرات يحترموا الانسان لا صال عامره ولا خاوي خلصك. نعم ايوا انا مازال عندنا ديك ديال انت ولد البلاد ايوا يجي مصري ولا لبناني ويعطيه ولا يجي واحد امريكاني. لا دابا كنظن ولا حتى الفنان المغربي في بلاده وفي المغرب يمكن له امبوزي كاشي لي بغا. واش نقول لك مثلا نعطيك انا غير مثال واش مثلا ملي تنجيبو جينيفر لوبيز تعمر ديك الدنيا ولا نجيبو فنان كاين مغاربه اللي عمرو داك الشيء خاصنا نعقل في 76 ولا 76 76 كتبعد علينا بزاف في 76 على الشيطان. انت ما بغيتينيش انت كتضحك حتى 76 مثلا هاد واش حاجه قريبه مثلا محمد درويش الله يرحمه وي كان تيعمر لي صاد تيعمرهم مزيان وداك الانسان راه مات فقير نعرفو مزيان لقد من الريجون ديالنا مات فقير. واش الانسان اللي خلق دير شحال من سيدي شحال من اغنيه جديده وزعما وزاد الوطن الرابع وكنت نسمو فريد الاطلس وفي الاخر مسكين في الاخر حشومه كاع وعيب عيب وعار. واحد يدير اغاني ويدير لهم تمارين ويكتبهم ويلحنهم ويسجلهم وينوض يغنيهم ويتضارب عليهم وفي الاخر ما كان لا حقوق لا والو. نعم هادشي اللي زعما طلع لي مشي اللي خلاك تمشي لفرنسا نقول لك زعما بان احتراماتي الكامله انا اللي عاونونا عارفهم وعمري نساهم ما نسخرشهم ديال الاولى وديال الثمن وشويه ديال الثانيه واني الاولى
تبارك الله زعما خير هما نسمو وجوههم مازال هنا في دماغي ولكن الحقوق والو لحقاش بلادنا ما فيهاش دابا ولا حقوق المؤلف ولا الناس كيحفظوا اغانيهم كيحفظوا افكارهم ولا انا كيجي الوقت بدل دابا تخلع علينا نور الدين لا لا ما خلعوش خصو باش يوجد راسو لحقاش هذا الميدان هذا واعر واعر بزاف و تنظن هي القضيه تبدلات بزاف مثلا ولا دي مناجر دي جون ولا داكشي زوين تبارك الله زعما لا بزاف بزاف ومنشطين بحال الريم تبارك الله هذه ماشي صباغه هذه بصح هذه هضره جو لو بونس سانسيرمون ايوا تنتمنى من الله ان هادشي ان الفن المغربي يلقى بلاصتو حنا ما تنسعاوش حنا ما تنطلبوش حنا ما دينش يدينا نعم حنا باغيين غير الحق ديالنا ديال المؤلف كل واحد ياخذ حقه صافي نور الدين عندالي خاصك تبدل عليا هذا عندالي ديري نور الدين المراكشي انا عرفتي مع قال لينا دري ساجور وزان كل الزيت للهند قالت لينا التمر نمشيو من سالي هادشي كامل نمشي ناكلو طنجي عند نور الدين طنجيه والكرعين والقديد وجمع الفناء والمناره هادشي كامل المهم هادشي راه شاهد مع الناس ديال اللايف الناس اللي كيسمعونا الان غادي نسمعوا كنت هاني لاباس هو الاول سينجل ديالك ياك نور الدين كان تقريبا في الديبيو ديال 2016 الديبيو تاع 2016 كنت هاني لاباس اللي اغنيه اللي عملت لها الكليب هي اللي عملت لها توزيع شويه عملت تركي هي من الكلمات عادي ماديو من موسيقى توزيع محسن مغار والاخراج الكليب عبد الاله الدين نسمعوا ونستمتعوا كنت هاني لاباس نور الدين عندليب ولدتني بنت الناس خلتني عايش في الاحلام هذه اللي كنت كنسمع عليها بزاف انا ياس عايش سي توفيق توفيق الله يحفظك توفيق الزين الله يحفظك الزيتي ياسين والله الا زوين والله كون كان عندي الوقت تنطلعك للسما السيستم الله يحفظك شي دوار دابا الخدمه ويجريو والله يحسن العوان انا خويا وقلتها عرفتي قلتها المناجر ديالي هي فرنسا تسمعي لي الدري هذا سمعي لي ماشي دري دري معنا ديال التستاع لا عارف لا ما في الشاب شكرا جزيلا قالت لي يلا غونسومبلونس بينو وبين الصحراوي وخالد لا تبارك الله راه حنا من الصوت اللي كنت تاخذ به السي توفيق واش جابت الظروف شفتو قدامي يلا يا سيدي يلا زينة هذه كانت امنيتنا نتلاقاو معاك الله يحفظك الله يحفظك وعرفتي الناس اللي نسيتهم ما هضرتش عليهم الصباحي الله يذكره بالخير ذكرتيه ولكن ما جاب نسيتي الصباح عرفتي اش دار عندك شحال قالوا كنت يبدا به على الصباح تدخل عنده مسكين طن شحال قال والو زعما يقول لك قضيه هادي والو في ذاك الوقت لا ما كاينش فلوس باش تدوز ولا لا عجباتهم جات في الصامين بوم طيب عرفتي دي جور لوندو مان ما معروفش غادي العالم كاع لا ماشي ساهل سي با فاسيل اجي سي با فاسيل اجي غير لا ولا الانترنت شي ما كانش وبزاف الحوايج سهله طخ 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 بغيت لونسات دخلت في لوبي دابا راه كتلقى يعني فهمتي باقيين صغار هذا كتجبد هاد الاغنيه كدير كيتبعوك مالياس انا عندها 3 سنين شتاش ما لقاش ما جيت للمغرب جيت ومشيت نشوفها ولا صافي تغني ليا شحال هكا شكون مالياس بنت خويا ثلاث سنين لينا واعرة يا والله يجيب شي سمرة أخرى ياه هالكلام هالكلام كانت شي لقطة وقعت لك في واحد السهرة في ألمانيا وقيلة ما شفتيش ديجا في ألمانيا كان شي حفلة في ألمانيا هو ألمانيا كنت ساكن فيها شي يومات السلام عليكم السلام السيد المدير ديال بيانسي والله ودي هذا من هذا كل هذا السي علي خلا هذا السي علي خلا هو المدير ديالنا ديال الاذاعه الله يعافيك قلت لك ما عرفتش انا نصير 88 اول اه وي والله كاع اللي جينا راسنا دزنا فيها وباقي الخير والبركة سي تشوسن تبان انا نبان حداك كنت هانينا لاباس لاباس
انت هاني لاباس النور الدين عندليب كلشي مزيان عرفتي مع قال طنجيه وداك الشيء ما كانش لاباس وهاني في واحد المهرجان كانت اول بدايات في مهرجان الشباب مراكش كان شارك في واحد المهرجان وقعت له قصه بلاي باك كانش لاباس هذاك النهار ولكن هو في هذه الاغنيه كان لاباس هاني بخير وعلى خير حكي لنا القصه اللي وقعت هو بصراحه هذا دابا انا كنشوف دابا زير معايا السي توفيق وكنقول في راسي واش انا اللي كنهضر ولا السي توفيق حيت كيجي بشي حاجه من تحت الخابيه يعني سي ميزار انا كنت معاك حاضر في السهره وكنت في المسرح الملكي وجات الفرصه لانه الغايب حجته معاه وقالوا لي كنتي تصايبتي بشي وعكه لهذا طلعتي في المهرجان و سلام يعني بغيت نتكلم على هذه اللقطه هنايا هو بعدا هو ديال الفضايح وياه زعما شي حاجه زعما دازت نقولوا راه دازت في السر الغا ما سمعها ما شافها حد خصها ما تسترش هاد الامور ما خصهاش تستر باش يستافدوا من الاخرين اللي غيكونوا غيلتحقوا بالميدان بالنسبه لي يعني هذه النقطه اللي قال السي توفيق يعني كنت شاركت في واحد المهرجان كمسابقه في مراكش واللي كنت فيه انا احسن صوت خديت فيها الجائزه يعني كان الجمهور كثير بزاف الناس وكان واحد كانت عطيت لهم الموسيقى باش بندوز خلاوني حتى دخلت قدام الجمهور وقع ليه مشكل ما باش تخدم ليه وقع ليه ضربنا على العواد وطحت لي هذيك لوطرا ويلي 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 وعرفتي باش تكون اول مره بدايه ليك يعني باش راسك تقول صعيب خاص تكون فنان اش درت قلت عطيت تي نكمل بالموال قلت بالموال ليالي مشيت يعني غطيت داك الفيديو ليالي عجبني عاود هذا المول اللي درتيه في المسابقه عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري صبرت قلبي لا صبر لي حتى يراكم ناظري الله شكرا نمشيو الان المسابقه مريم مسابقه نبداو بنور الدين يلا نور الدين اختار لينا رقم رقم 10 10 نور الدين عندالي مرحبا عندك 30 ثانيه 30 ثانية غادي نطرحوا عليك أسئلة وكنتسناو عندك الإجابة يلا ينطلق العداد ما مهنة موريس مخترع التليغراف شنو كان؟ طالب كم يبلغ كم كيلومتر يبلغ سور السير العظيم؟ هذاك الشيء كثير ما عرفت هذا ما عرفت 2000 وشحال؟ 2017 مشيتي فيها شكون هو الشاعر الملقب بشاعر الف ليله وليله الشاعر الحمراء شحال عدد الليترات اللي كيحتاج الدماغ البشري من الدماء يوميا باش يخدم بزاف بزاف والله بزاف لا هو زعما كان بغى يجاوبك بسرعه يقدر تقول ليه زعما شنو سميتو المساحه ديال الصور يقول لك ما عبرتوش باش تكون الاجابه وي صراحه هذه 30 ثانيه زعما داكشي كثير خصني هو خلعت ولدك 30 ثانيه الصور والشاعر الليله ولا ما نمشيو عند سي تيوسي اهلا وسهلا مرحبا نهار كبير هذا صافي شي حاجه مرحبا قولي لنا رقم سي تيوسي واحد رقم واحد شنو فيه الرقم واحد أتغني معايا يا سي تيوسي غادي نحاول نسمع الاغنيه يا اللي ما شفتوني رحموا عليا يا اللي ما شفتوني رحموا عليا ولا راني مشي ولا راني مشي والهوى داني والدي يا وحبابي ما سخاو بيا بحر الغيوان ما دخلتو بالعالي سهلة ونقول لك يا سي تيوسي يعني ماشي غير في الستيل ديالك واش دابا اللي طلبنا منكم قبل ما نمشيو للمستمعين ونمشيو عند لاله فاطمه من فاس اللي كيتسنانا اللي طلبت منك انت ونور الدين تغنيو شي حاجه انصامبل شنو تسمعونا شحال شنو تسمعونا
حاجه من عندك سي شي حاجه مغربيه نتعاون معاك نتعاون معاه ولا ايش انا جا نقولها بزاف مزوب بالمشاهب والغيوان اها الناس الغيوان واي 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 نمشيو لفاس دابا غادي نمشيو ناكلو واحد الخليع عند لاله فاطمه دوازتين لا خليع مكناسي ماشي فاس حتى فاسي حتى فاس مغربي انا نقولو باش تسالي حنا المهم كاع عندنا الشهيوات من طنجه للكويره كلشي زين ولكن دوازتين هو هو الاكله عندهم المفضله هي دوازتين بحكم انها هي اللي كدوز معها تاي الحلوه هو العنوان ديال دوازتين فقاسو غريبه هما دوازتين نسولو لاله فاطمه لاله فاطمه لاباس عليك دوازتها هي غريبه هي غريبه والفقاس ياك محينشه والقرص كاينه اما عندي ما يتسالك لاله فاطمه لا لا اختك مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال فاس الحمد لله اليوم معنا السي كيوسي ونور الدين عندليب مرحبا لاله اختك لاله فاطمه بغيتي تهضري مع ضيوفنا ولا بغيتي نمشيو مباشره للمسابقه قولي اللي بغيتي نهضروا هانا شنو بغيتي لاباس عليك كلشي مزيان كدير اختي لاباس عليك الله يحفظك اختي بارك الله فيك الله يكثر فيك الله يكبر فيك بارك الله فيك شكرا لاله فاطمه ومرحبا بك اهلا وسهلا الله يحفظك لاله الاخت فاسيه ولكن هو من السمار شتي طنطان 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 شتي ما طنطاوي ياك وكي جات ولفتيها شي شويه عجباتك ارتحتي ليها ارتحتي الناس ايوا نتمنوا ترجعي ليها ان شاء الله في شي رحله مرحبا وسهلا كي دايره فاس كي دايره دار الدبيبه كي دايره دار الدبيبه والناس ديال فاس كلهم الرحله ابن بطوطه الحمد لله خيرات سيدي ربي كيقول لك كنت خيره فيها خير نتمنوا خير انها تمطر علينا امطار الخير ويتغنوا الفلاحه ونتغنوا حتى حنا معاهم مرحبا لاله شكرا لاله فاطمه اختاري لنا رقم من 31 13 وشنو كاين في رقم 13 لاله فاطمه كتبعش في المسلسلات المغربيه يلا دابا غادي نشوفوك واش كتبعي شي شويه ولا مزيان يلا نسمعوا لاله فاطمه هانتي غير حاولي هذا مسلسل كان على قناه ميدي 1 كان في الجزء الاول والثاني هذا الجزء الاول ديالو اللي غنى فيه الدوزي كان فيه هشام بهلول كان فيه عدنان محيجه اللي بالمناسبه غادي يكون معنا ان شاء الله نهار الخميس كان فيه ياسين احجام كان فيه كليله بنعيلات والو ونقولوا لك يا لاله فاطمه لما ما تحتي على راسك غلطانه حيت ما عرفتيش غلطانه لهلا
ان شاء الله ميرسي بوكو. المهم نسمعوا صوتكم نتواصلوا معاكم. مرحبا بك لالا فاطمه، ميرسي بوكو. غادي نمشيو للمكالمه اخرى. شكون اللي معنا؟ مريم الغالي من الحسيمه. يلا سي تشوسي تكلم بسي الغالي. السلام عليكم الاستاذ الغالي، الله يطول عمرك بارك الله فيك. الله يكبر بك. انت راك غايه، انت راك غايه الغالي. زوينه هادي، راني غالي ودريوش. اغنيه سليمه على سي تشوسي ومعنا نور الدين عندليب من ان شاء الله الفنانه اللي غادي يكون عندهم. الله يحفظك اخويا. مرحبا 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 بك الغالي. الغالي اختار لنا رقم باش تشارك معنا في المسابقه من 1 ل 30. 30 ونشوفوا شنو مخبي في رقم 30. سي الغالي، كيقولوا ناس زمان، الناس اللي كيكون دازت عليهم يعني الواحد ملي كيكون واحد المده كاين وداز بزاف در، تيقول لك شحال داز على هذا الراس من حاجه ياك، تيقولوا شحال من محنه. زعما ما خليتينيش، ولكن انا راه بينت، ولكن المهم اشتي الغالي، انت راه قلتي لنا انت انت راك عزيز وغالي وراك غايه معانا. قال لك غالي ودرويش. ميرسي بوكو الغالي، تحيه ليك وتحيه لكل الناس ديال الحسيمه. مرحبا مرحبا. غادي نمشيو الان نسمعوا اغنيه اللي هي من الريبيرتوار ديالك وايضا كتعشقها بزاف، ونهدي لكل عشاق تشوسي وايضا اللي كانوا ردين ما نسيناكش، هي القمره. بغيت نفكر الناس بديك الذكريات الجميله اللي ما نسمعوا يا القمره لسي محمد تشوسي ونرجعوا في برنامج طبيت وعلا. انت يا اللي جيتي غادي نكون فرحانه. تقول لك اخويا كاع امين برحو، اجي شوف الناس ديال اللايف، يشوفوا امين برحو. دابا كاينه ايميسيون فلاشين انتر امين برحو. شوف حرام عليك، الناس اللي كيتفرجوا فينا بغاو يشوفوك امين. وتدخرك زوين، ها هو واش باش نشوف. زيد 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 ها امين برحو. شفت لهم بريفي قال لك هكا ما شداش كيري شداس. عندك السي تيوسي الستيل ديال الكريمه ديال القمره؟ لا لا شدوه مخدوم بحال الشكل ديال شحال قال تبارك الله. لا ديال بس معاه زوينه والصراحه ما كنفهموش عليه. ديما جديد القديم اللي كتسمعي له كتجيك لا نوستالجي وما كتمليش، بحال اللي عاد دار البارح ياك بحال اغاني جداد. كتسمعي واحد السيمانه سبحان الله. هذوك سبحان الله كيخدموا من الافكار ومن الاحساس، هادو الغيار وبلي كتطلع دابا. هي 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 بسيكوسوماتيك سيكو، حنا اون بيغ دو فييير كنصدق في العمل. نشوفوا الناس ديال لايف نهضروا معاهم شويه. فين فين الصوت على الريم؟ هانا هانا. ما كتسمعونيش مزيان؟ ما كتسمعونيش مزيان؟ قولوا لي اللي كان حنا كنحاولوا مبرونشين هذا باش يكون الصوت.
تبارك الله عليكم ميرسي بوكو ا تو بور سيت بون امبيانس جينيال دوران توت ليميسيون ميرسي بوكو زينة ليرفيك ميرسي بوكو داو جيتي نيشان مع القرا ديالك مرحبا فايت لي الكوسي البهجاوي عنده تبارك الله الصوت كمال لزير هذا من لي فان اللي توجور كيتبعنا وديما كيسمعنا سعيدو منى قالت لك تبارك الله على ديك الضحكه راكي منوره ميرسي ميرسي حميد مزيان الاغنيه القديمه لها نكهه خاصه سي فري توت افي غيزون هشام كانت هذه هي القمره لسي محمد التويسي في برنامج توب ايتوال وكما انا كنقولوا كنا كنقولوها ملي كانت لا شانسون ديزا وحتى الناس ديال لايف قالها لينا هشام نزير الحلاوه وانت كتسمع الاغاني القديمه عندها واحد النكهه خاصه يعني بالرغم على ان شباب جديد كيبدع وكيصدر اغاني ولكن سبحان الله ملي كنسمعوا الاغاني يعني كتكون لاصقه مع هاد الذكريات واحد الماضي بزاف ديال الاشياء الزوينه ايوا زعما هاد لي غومارك اللي قلتي على الريم انا من بدات لا فيرسيون جديده ديال شحال قالوا قليل من الناس اللي قالوا لي هذه زوينه كلشي تيقول لي هذيك الاولى الاولى زعما باش دخلتي قلتي لنا نسمعوا القديمه ولا جديده قديمه انت اللي اخترتي جديده ولا اختار جديده ولكن ما كاينش فرق كبير ولكن انت هي زوينه ولكن سبحان الله القديمه عرفتي علاش زعما بكل تواضع لحقاش ذاك الوقت ما كانوش لي زورديناتور يخدم في بلاصتك يدير في كلشي ما كانش الاي تيون اللي قال لك واخا ما تكونش تغني انت غادي لهاد الجهه ويرجعك في الوقت في الطريق ديالك كنا داكشي ندخلو للستوديو في دي كابين مثلا هذيك هي السمراء كنا حنا تقريبا 9 د لي ميوزيسيان دون اون كابين ابار الباتور اللي كان وحده والساكسوفونيست و تو سكي غيتار باس داكشي كنا في لا ميم بياس والدراب كي كان هو وحده ولعبناهم ديريكت اذا تنحسو بواحد داك اللايف نحسو بديك الحراره ديال سميتو دابا لو سون زعما شي حاجه خارقه اللي هذا شي حاجه واعره اخيرا اخيرا كان عند ميوزيسيان ديالي في الجابون وجمعها الاباراي تتغني تتقول هذه اللي تسمع هو ولي فين هو كاين هنايا هو تيقاد كلشي تيعطيك دي كومبوزيسيون دي زارونجمون زعما مع هاد الميزيسيان لا لا سي ان سي ان اباراي جابوني لا باش يعطيني لاباراي لا ما نتمنى لكش هذاك الشيء هذاك خصك لو بغيتي تغني على لا انا بغيت نغنيها لراسي اسيدي يا صافي هذيك ما كاينش ودير شي ديو نقاد صوتي مزيان وتتبارك الله ما محتاجش لاباراي باش نعطي صوتي يكون بنفس المستوى ريم ماشي بعيد ماشي بعيد على القاعات العرض فديجا وقعت السي تي يو سي واحد القصه في المانيا هو دوز واحد المده في المانيا وكان جا شويه معطل ولكن كيف ما كنقول لكم كل خيره فيها خيره جا مع الدقيقه المناسبه ديال الفقره ديالو ونا الصباط واقيلا كاع في ديك لاصه المهم هو غيتكلم على هذا الشيء ما بقاش غادي نرجعوا غادي نرجعوا لهذا غير دابا دابا انا بغيت نبارك ونهني وبزاف ديال الناس باغيين يباركوا ويهنيو ياك اليوم سي لانيفيرسير ديال الفنانه زهير البهاوي اللي الكل كيعرف اغنيته سلاليا سولد وهو معنا مباشره وانا بغيت نقول له جويز انيفيرسير مباشره مرحبا بك زهير باسمي وباسم كل طاقم برنامج توب ايتوال بغيت زهير نقول لك جوايز انيفيرسير زهير جوايز انيفيرسير جوايز انيفيرسير جوايز انيفيرسير زهير شحال درتي من عام مرحبا قول لي زوج شحال درتي من عام تبارك الله كبير تبارك باقي ان شاء الله ترخ كلها قدامك حتى حنا كنا خايفين نعيطوا لك ولقاو التليفون طافي والصولد مسالي اوغوزمون شارجيتي مزيان التليفون تبارك الله عليك جويز انيفيرسير مره اخرى زوير ولكن عرفتي دابا مع حصنك شديناك هكا غادي نقولوا لك شارك معنا في المسابقه يلا اختار لينا رقم اختار لينا رقم بيان سور هو 24
معلم ونسمعوا الأغنية يلا يلا كمان يلا زهير هيا هانت كتسمعها مزيان وكيف الهبيل في نصاص الليل تحضر جبت الموبيل جويز انيفرسير كنتمنى لك ان شاء الله طول العمر ومسيره موفقه وان شاء الله المستقبل دي سينجل جداد والعالميه ان شاء الله وخلي لي حقي من طرطا من طرطا وبوك ضروري البوك دي سو الاول ميرسي بوكو جويز انيفرسير مره اخرى زهير ميرسي بوكو باي باي حن عليا ولا نقولها تلمام معك انت يا حتى للياس يو كيف الهبيل كنصارش الليل تحضارها كانت هذه أغنية تالية للسولد لزهير الباوي اللي كيحتفل في اليوم بالانيفيرسير ديالو وكنتمنى له ان شاء الله مستقبل كبير موهبة شابة فنان رائع لو بروميير سينجل ديالو يعني تعرف داخل وخارج ارض الوطن المستقبل كله باقي قدامه ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان 20 عام لاج ديال شحال قالوا سي لوكازيون دون بروفيتيو وضروري اللي كل واحد كل ما بدا صغير يا كاسيتوسي تيكون مزيان لا ما تنظنش واحد لاج ماتوريتي كيكون عنده واحد ليكسبيريونس اللي كيقدر يزيد يديفلوبي بها راسو اكثر لا كاين بزاف العوامل كاين اللي تيتزاد في عائله فنيه تيجي داك الشيء سبونطاني طبيعي وكاين اللي تيبدا هو غير زعما تيبغي الموسيقى وتيترمى لها وتيبدا صغير ولا كبير على اي المهم فهادشي كلشي هو ان الانسان يكون بغي داك الشيء تيدير ماشي انه جا عندهم بروديكتور يقول ليه دير لي هادي ولا هادي هو يدير داكشي اللي بغى البروديكتور خاص هاد الفنان الشباب يديروا داكشي اللي هما باغيين يديروه اصلا وي الا بلا بغاو يعيشوا حياه فنيه طويله خاص يديروا داكشي ديالهم وي يتسناوش ان انسان لقاش المارشي دابا شي يطلب خاص داكشي يكون ويدير لو ستيل ديالو يدير بصمته ما يتبعش الموجه لقاش ديك الموجه شحال اغاني سمعنا من امريكا في العماتو مشاو ولا مثلا لا بلي بارتال ديال بكل احترامات ديال الشباب اللي هما يعني نصائح حتى النور الدين يمكن هاد النصائح يستفد منها ممكن هو دار اغاني بلوس مغربيه كخليجيه دونك تونس ومنا تبارك الله عليه لكن لا بلي بار كاع لي يوتيوب اللي دايرين دابا بوم لا باريس لا سميتو خليجيين مغنيين مغاربه اذا بالنسبه لي ماشي اغنيه مغربيه كنتمنى ان كاين عندنا واحد ريبيرتوار كبير تبدا في طنجه عندك دقه الجري تتهود لو سويد عندك القناوه تتا عندك الشلو عندك السوس عندك الريافه تما عندنا السيل ديالهم عندنا العساوي عندنا الحمدوشي عندنا الطقطقه الجبليه عندنا الاندلسيه عندنا كلشي الخير الموجود في المغرب وكاع جميع انواع ديال الموسيقى المغربيه يمكن لها انها تخضرم مع جميع انواع الموسيقى في العالم علاش حنا نحيدوا داك الشيء ديالنا ونديروا شي حاجه اللي ماشي ديالنا ونطلعوا بها للعالميه سي ما تيشرفش بزاف سمحي لي لا رايك يحترم رايك يحترم سي تي هو مازال ما جاوبنيش على السؤال ديالي انا تفضل تفضل كنتسنى جواب ديال سهره المانيا واش باقي كتذكرها باقي كتذكرها كنت كيفاش كنا نتورني فيها انا في المانيا وديك الساعه كان ديك الساعه مازال داك الحيط ديال بيرلان مازال مبني وانا مشيت عرفتي كنت في الوقت عايش مع يونالموت كانت مراتي دابا مشينا تندورو حنا تما في المانيا عجبني داك سميتو قلت ضروري خصني نشوف داك الحيط قبل ما يتهدم ديك الساعه مازال ما معروف مازال ما كاين والو داكشي مازال بكري من هذاك الوقت هذاك تلاقيت مع شي ناس تيديروا سهرات في المانيا وعرضوا عليا بانني نرجع في 91 باش ندير سهره كبيره ديك الذكرى ديال داك الحيط اللي طاح عام دوزون ابخي و توازون سانكون ابخي ومشيت مع الطلو وكانوا المغاربه بزاف اللي وصلت تما فين تيوسي فين تيوسي فين تيوسي ها هو جاي ها هو جاي جيت معطل واحد 3 كاردور مرة وزنو الدنيا هذيك هذاك التياتر قلبوه هرسوه ويلي 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 مصيبة واحد إذن ولكن ملي وصلنا وقيت داك الشيء قال لهم ها هو وطلعت وشوف انا سيرسان
عاد ويت داكشي وعافيك ودات لا سواري مزيانه بخير. وفي الاخر اللي عجبني ان دوك المغاربه اللي كانوا تما رجعوا دوك الكراسات الله يسهم قلتي جاوا الشطابه شطموا داكشي قادوه. زعما الذكريات ذكريات هي غير مسجله في لا في الانترنيت لا في يعني كتبقى ذكريات الناس اللي كانوا معك اللي كانوا حاضرين. اذا هما اللي جابوا لك الخبر هذا سي بوشيتي. اكيد ما عندي ما يتسال عرفتي هذا هو اللي سميتو القيماطر الفني ديالك. هذا هو الخابيه ديالنا. لا لا ما كاينش مشكل. توفيق وندعي لكل المستمعين وايضا نجومنا اللي معنا نمشيو الان نرفعوا اذان العشاء ماشي بقى دقيقه ناخذ المستمع ما بيد من. مرحبا بك عصام نمشيو لعند نوال ياك نوال من الدار البيضاء يلا نور الدين استقبل نوال. الو نوال. وعليكم السلام كي داير اختي لاباس عليك؟ صحه لاباس الحمد لله الله يحفظك ومرحبا بك في برنامج توب اطوال. الله يحفظك اختي الله يحفظك. مرحبا بك نوال ومرحبا بكل المستمعين ديالنا في الدار البيضاء. بارك الله فيك. اليوم معنا نور الدين عندليب وايضا معنا السي تيوسي اللي شحال وما قالوا قالوا على السمراء ياك السي تيوسي. هانتي نوال خليك معنا نمشيو الان نرفعوا اذان صلاه العشاء ونرجعوا نكملوا. Zina, merci beaucoup à tous cette bonne ambiance. Merci beaucoup. Meriem Zahidi, Moumkin. Salmilia, la Toufiq. Hawa. Nam, Salmiliaou. Ha. Tahiyati. Yala. Toufiq, شنو تقول لكم الناس اللي كيتبعوا؟ السلام عليكم ونتمنى أن نكونوا توفيق البوشيتي. كي داير؟ لاباس عليك؟ جيتي معطل عصام. سلمي لي عليهم بزاف واحد واحد وقول لهم يبارطاجيو ويديروا جيم ويتبعوا الحلقات ديال البرنامج من الخمسه للسبعه. ما غنكونوش غير الجمعه والسبت الحد سمحوا لينا. كنعتذر على التاخر عاد جيت وهذا يومي الاخير في الاذاعه الوطنيه في التدريب تقاشعوا ان شاء الله في ساعه الخير. احنا ما نستغناوش عليك. انا ما نستغنى ما سخيتش بالبرنامج. لا 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 وجابوا لي اخبار كنتي مع الخمسه الصباح هنا. مانيش مع الخمسه الصباح. اه مازال ما ناعس. غني ليا يا سمراء. واش كاين هادشي ولا ما كاين؟ السلام عليكم. اي لاف يو. شي كاين؟ ها؟ شي كاين؟ ايوا. وراك كنت متابع البرنامج كنت طاقت في الراديو خدام كنت في مصلحه ايه ما. يا سمعت لك. احلى وا قالت لك مريم زايدي احلى تحيه لتوفيق. الله يحفظك شكرا. ميرسي بوكو تبعونا دوما معنا عثمان مولين غادي يكون وا توب ايطوال ديالنا. هاديك ابدر خويا هاديك هاديك توب ايطوال توب ايطوال مسيو عندي ليب وي فقره زوينه وي برنامج توب ايطوال باقي مستمر معكم تقريبا باقي لنا ربع ساعه مع بعض دابا شويه غادي نمشيو لايد باغاد ولكن حتى نستقبلوا نوال وكريم جوج من الدار البيضاء. لالا نوال انت باقا معنا مرحبا بك مره ثانيه. نوال نوال عندنا سلسله من واحد حتى ل 30 اختاري لنا رقم. ونشوف شنو مخبي في 16. نوال بغيناك تسمعي لهذا الصوت وبغيناك تعرفي عليه. فوالا حتى تجي دي فتره ديال التسعينات. كتشبه كنيتو الفنان التونسي.
هذا هو الاحساس ملي كنكونوا كنسمع الاغاني. الله يحفظك. انت دابا تي فام غاجوني والله الا راه تنقول انا دائما لاج ماشي ب يعني اللي بغينا نقارنوا الشباب مع لاج ما عندهم حتى علاقه. هو دابا الانسان غادي يسمد الحياه واحد تيكون صغير غادي تيكبر تتمنى كيف حالي حبس في 24 عام وانا حبس في 16. اه انا كبر منك انت جوسي. نوال نوال عرفتي ياكي عرفتي الاصوات. واو برافو عليك نوال ميرسي بوكو. شنو 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 تقولي لنور الدين عندليب وشنو تقولي للسي توسي اللي هم اليوم نجومنا؟ نحن ذكرتي سي تيو سي شكرا. دابا عرفتي معايا جات معايا تخلطنا تيوسي والتونسي. دابا راه ما عرفات ما تقولها السنوسي. لا هي قالت كما دارت اوسي زعما ماشي هي هذيك هي هذيك. نوال ميرسي بوكو شكرا على الاتصال غادي نمشي. ميرسي ميرسي دائما غادي نبقاو في الدار البيضاء ياك اسيدي تشوسي الناس الدار البيضاء ونقولوا مرحبا لمن الكريم. السلام عليكم الاستاذ كريم. اهلا وسهلا مرحبا الله يطول عمركم انتم وناس الدار البيضاء. خويا كريم الله يحفظك اخويا كريم. كريم هو من من, من الاصدقاء ولي فان ديال نور الدين. ايوا مرحبا بك باللايف ديال الاخبار ديالو كامله. الله يحفظك وكنشكرك على الداري ديالكم. لا لا اختك ميرسي بوكو كريم. واحد الحاجه نور الدين اللي ما كتعرفوش كامل هو راه عندي فتح بزاف هذه هي الحاجه اللي فيها اكثر زويقه الفن هو فنان. نعم مراكشي هو راه دارها بيا في الاول وانا كنهضر معاه ومحمر في عينو تنقول له ويلي انا اش درت له وانا عاد عقت فيه في الاول دارها ثلاثة. الله يحفظك اخويا كريم الله يكبر فيك. كريم كيغني اولا النقطة بعدا راه الاخ الصديق لا 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 هو اللي كيغني الشعبي. انا يلا مزيانه كاع هاد القضيه بجوجكم تغنيو تكيس عليا اخويا كريم سير الله. انا عشره وكمل غني معاه خويا كريم الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك اخويا كريم الله يحفظك الله يكبر بك. شوف بغيت نقول شي حاجه سي توسي بغيت نقول شي حاجه سي توسي ياك كريم تفضل. اخويا السمر اش غادي دير هادشي اللي عطا الله السمر. لا لا انت فرصت شي حاجه ما فيهاش. لا لانه السمره راه فيها وفيها يحفظك. لا يحفظك لا يحفظك الله يطول عمرك. اكزاكتومون اييه المهم شوف السي كريم انت ما عليك تدخل فيسبوك بقى تفرج فينا في اللايف من اثنين حتى الخميس وصافي بارك عليك. هانا سيدي لا لا خويا ما عنديش ما هو كيغني لنا اليوم يا نور عينيا وكنت هاني لاباس. شوف راه كريم وصاحبي دابا ما تحشمش كريم والو خويا كريم شو مالك اخويا يلا سير يلا لا 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 صفت لي كبرية حبيبي ما جا يا الغطة علاش هزرتي ايه
عرفتي كيف هني؟ لا لا كريم واخويا كريم عرفت له دوز الاسئله دابا عاد انا بيني وبينك انا كيعجبوني الفرشات كاين كريم وريم هنا هب انا شوف بيني وبينك كيكا سلام على رسول الله عيد ميلاد تيقول لك عيد ميلاد زعما الله ما واش يدير عرضك دابا راحت كنا غادي ندويو المهم اللهم نديرو المسابقه الخبر في راسك يلا كريم يلا كريم من 1 ل 30 اختار لنا رقم من 1 ل 30 وي معزول واحد معزول وي موجود 5 قالوا ناس زمان كريم قالوا ناس زمان شحال عمي القوس قالوا شحال عمي القوس نعم هذا شي واحد هو غادي محني يعني القوس ماشي هو كيبيع القوس واحد الراجل غادي وبحال هكاك دابا واحد دابا هذا راجل غادي وظهره مقوس مش هو يقول له واحد الولد باقي صغير بحال اللي كيتنز عليه قال له شحال عمي القوس هو شنو قال له هكا ولا تكبر راه ما كايناش القافيه قال له تكبر بحال كنقولوا له طرتي عليتي دابا هو قرب له الكلام هو قال له شحال عمي القوس قال له تكبر وتلحقوا ميرسي بوكو كريم ميرسي بوكو على الاتصال تقطع له الخط ميرسي بوكو ايت باغاد دابا المرتبه الخامسه زهير البهوي تلاليا سولد المرتبة الرابعة بتن بت الأبديل شيال المرتبة الثالثة بغيني نبغيك حميد حضري المرتبة الثانية احتلها نزار إيديل حياتي واللي رجع بقوة وباقي كيحتل المرتبة الأولى من بدا البرنامج دائما في توب 5 إيهاب أمير ما درنا والو الايت باغات ديالنا ديال هذا اليوم واليوم الخميس ان شاء الله غادي غادر اللي يحصل المرتبه الخامسه وفنان ونجم اخر اللي غادي يدخل الايت باغات دائما مازال التصويت مستمر في الكونت ديال ريم شمعو ايضا في لاباج اس ان اف تي ريم شمعو زهير البهوي في المرتبه الخامسه بتلاليا سول المرتبه الرابعه ابديل شيال بتنبت المرتبه الثالثه حميد الحضري بغيني نبغي المرتبه الثانيه نزار ايديل حياتي والمرتبه الاولى باقي دائما كيحتلها ايهاب امير ما درنا والو وصلنا لنهاية هذه الحلقة كنت اليوم جيت سعيدة معك نورتين عندليب وأيضا مع سيت يوسي كنتمنى لكم إن شاء الله دائما الجديد ودائما تحفونا بأغاني سيت يوسي وأيضا لك نوردين شنو تقول كلمة لكل الناس اللي تبعونا كل فان وأنا نقول كل شيء كل شيء يدخل نوردين عندليب يكتبوها بالفرنسية ياك اللي بغى يدخل ويتبع لاكتواليتي ديالك نعم نوردين N O U R D I N E باس A N D A L A B and and
شنو تقول لكل الناس اللي تبعونا كل لي فان ديالك واللي ينتظروا كل دائما الجديد ديالك؟ كنشكر الطاقم اللي صار على هذا البرنامج، كنشكرك الاخت هريم، كنشكر الاخ اللي السيده فاطمه، كنشكر الاخت سوسن الصديقه والاخ العزيز سي توفيق، وكنشكر جميع الناس المتابعين اللي تابعونا واللي شاركونا عبر هذا البرنامج، وكنشكر كاع الناس اللي كيساندونا ورتين عندليب، وحنا راه الاشراف اي حاجه، وكنتمنى نكونوا في المستوى رفعوا من الاغنيه كيف ما كانت ورفعوا بالرايه المغربيه في اي بلد في اي منطقه. تبارك الله عليك سي تو سي. شنو نقول لك انا زعما بغيت نشكر الناس كلشي، داكشي لائحه طويله بزاف، لكن كنشكر هاد الناس اللي حاضرين كلهم في الاستوديو، ما نقول حتى واحد باش ما ننساش شي واحد، وكاع دوك الناس اللي تنتلاقاهم سواء في الزنقه سواء في السوبر مارشي، وانا كنقول توحشوني تقول لهم انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وهذه خرجه من القلب والله العظيم. ميرسي بوكو سي كيوسي. ونختموا ايضا بالمصباح الطافي اللي هي اخر اصداراتك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله والمزيد من العطاء. وغدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله غادي يكون نجمنا هو عثمان مولين اللي غادي يكون هنايا معنا داخل الاستوديو. كونوا كثر في الاستماع لنا. شكرا لك توفيق البوشيشي، نتلاقاو غدا ان شاء الله. تهلاو فراسك وتهلاو يا مريم ومنال وامين وكلكم، تهلاو فراسكم. الى ان نلتقي غدا ان شاء الله في حصه مقبله نفس التوقيت نفس المحطه، ما تمشيش بعيد. شكرا، باي باي توفيق، باي باي. ميرسي لكل ليكيب، بدر صبري، نسينا بدر صبري لا بروغراماسيون ميوزيكال. ميرسي بوكو، باي باي، ا دوما. Attention.